مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في اون افريكا. وطبعا قبل ساعات قليله من انطلاق صافره احداث مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب كاب فيردي في الجوله الثالثه من دور المجموعات لكان 2023 بكوت ديفوار. الاحلام مشروع، وان شاء الله نكون قادرين على تحقيق 3 نقاط يكونوا بيوصلونا للادوار الاقصائيه بدون الدخول في اي حسابات. ولكن اكيد سيناريوهات كثيره جدا مطروحه في هذه المباراه وفي هذه الجوله بالتحديد لكل المنتخبات اللي بتشارك فيها. ولكن بنامل طبعا ان الطباع المصريه اللي دايما بتكون في الاوقات الصعبه بتظهر على الشكل العام على اداء منتخبنا الوطني تكون بتظهر النهارده، ونكون قادرين على الفوز على منتخب كاب فيردي متصدر المجموعه واللي اكيد قدم مباريات قويه جدا واظهر انيابه بشكل كبير جدا في هذه النسخه من كاس امم افريقيا بكوت ديفوار 2023. على مدار تغطيتنا النهارده اكيد هنكون بنتابع اخر التطورات المتعلقه بمنتخب مصر الاول، واكيد كمان هنكون بنتكلم بالتفصيل عن افضل شكل ممكن يكون بيظهر بيه منتخبنا امام منتخب كاب فيردي اللي باين بشكل كبير جدا ان طموحه هو الوصول لابعد مدى في هذه النسخه من كاس امم افريقيا. فان شاء الله نكون قادرين ان احنا نستكمل مشوار جيد بداناه في اخر 45 دقيقه لعبناهم قدام منتخب غانا، نبني عليهم ازاي علشان نكون بنبدا من اول صافره بدايه احداث هذه المباراه ان شاء الله نكون بنتوج ب3 نقاط يكونوا بيريحونا وما يخلوناش ابدا نخش في اي حسابات ولا ننظر الى المباراه الاخرى اللي هتكون بتجمع ما بين منتخب موزمبيق ومنتخب غانا.